احتشد عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية بمديرية خور مكسر في محافظة عدن للمطالبة بتفويض محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي بتشكيل قيادة سياسية جنوبية لإدارة شؤون الجنوب. كما دعت مكونات الحراك الجنوبي في نص البيان الختامي للمليونية الذي ألقي من على منصة ساحة العروض إلى تفويض القائد عيدروس الزبيدي بتشكيل قيادة سياسية جنوبية لإدارة شؤون الجنوب، مؤكدين في البيان على استمرار الشراكة بين المقاومة الجنوبية وفصائل الحراك الجنوبي مع التحالف العربي الذي تقوده دول التحالف العربي ومواصلة مكافحة الإرهاب.